يا صيدنا يا سقفك المفروش غناني الفضا من صوتها مطوش كرومك لخير الكون بحبوحا أهلك سجر بالأرض شك شروش نجومك على إيدك المسطوحة غيومك كتابك بالسماء مفلوش وديرك خوابي عطر مفتوحة لملايكي بتنزل عليه جيوش وبرج الجرس برج الجرس بالدير الدوحة بإيد الصخور العالي مكموش كاسك يا ضيعة طايرة شو نص الدنيا بجناحها بتحوش كل ما تنحنحتيش نحنوحة كل ما تنحنحتيش صباح الخير لكل المشاهدين الأخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد إن شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الخير وكل البركة وكل الأرزاق لكل الناس والصحة أهم شيء نهار جديد إن شاء الله يا رب هالنهار يكون حلو على الكل وصباح الخير يا سامر يسعد صباحك يا أكل وأنا بالأكثر كيفك اليوم أنا منيحة وأنت تمام الحمد لله حتى الطقس اليوم حلو يعني اللي بيشوف الجو بيقول بده يكون برد لا الطقس حلو الجو كتير حلو خارجين طلع إذا ما في شمس أنا مبروق هلا هي الشمس احلى بس حبيت انه الطقس دافي الحمد لله يسعد صباحك عن صباحك. جديد وصباح كل مين عم يتابعنا نهار جديد بتمنى يحمل معه كل الخير والسعاده والطاقه الايجابيه والصحه والسلامه مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والاخبار المنوعه ابقوا برفقتنا ودائما اكيد بنوجه تحيتنا لمطعم بيرلاند على استضافته لنا بهالفتره شكرا لكم اكيد وتابعونا بعد الفاصل حنتابع العديد من المعلومات يلي بتخص علم النفس بفقرة هل تعلم؟ بكل يوم معلومة جديدة ويمكن غريبة رح نتعرف عليها. هل تعلم أن من بكى لأجلك هو من وصلت في قلبه لمرحلة عالية من الحب؟ وهل تعلم أن كثرة التدقيق بكلام الآخرين وتحليل تصرفاتهم ومراقبتهم وكشف أوراقهم قد يجعل منك شخصاً أقل تقبلاً للصداقات في المستقبل؟
وهل تعلم أن من يسجن نفسه بالانشغال الدائم بآراء الآخرين سيصل إلى مرحلة يفقد فيها الثقة بنفسه وقدراته؟ وهل تعلم أن هناك فئة من البشر تحب أن تعيش أجواء دور المظلوم وأنه فاقد للحقوق ويشحن جميع من حوله بالسلبية ثم يذهب ليعيش حياته بكامل سعادته؟ وهل تعلم أنه في العلاقات أكثر ما يسبب الفراق والابتعاد رغم الكم الهائل من المشاعر هو محاولة أحدهم سجن من يحب داخل جدران الغيرة؟ وأخيراً، هل تعلم بأن أصحاب الشخصيات القيادية لا يهتمون كثيراً لما يقال لهم من وعود، بل يهتمون لما يفعل من أجلهم، حيث يهمهم الأفعال أكثر من الأقوال؟ متابعينا بصباحنا يا سمر، وخلينا نخصص مساحة من الوقت ونحكي عن وباء وفيروس كورونا، وخاصة في ظل الانتشار الكبير والسريع عنا بسوريا. بتتزايد المخاوف بجميع أنحاء العالم أيضا من فيروس كورونا والسلالات، ولأنه هو أكيد مستجد. رح نحكي أكثر عن الموجة الثالثة من كورونا، الأعداد، رح نحكي عن حالات الشفاء وعن البروتوكولات الطبية يلي عم تمارس للشفاء من فيروس كورونا. كيف فينا نحن نكون أكثر وعي، وأهم شيء ننتبه على حالنا؟ رح نحكي بهاي الموضوع أكثر مع الدكتور توفيق إسماعيل حسابة، مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة. صباح الخير دكتور توفيق، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. بالبدايه دكتور، خلينا نتعرف اكثر على الموجه الثالثه من كورونا. خلينا نحكي شو اللي بيميزها وشو هي الاعراض الجديده، خلينا نتعرف عليها بشكل اكثر. اول شيء اذا بتسمحي لي، خلينا قبل ما نحكي عن موضوع الكورونا وندخل بالاوبئه بهالصباح الحلو بهاليوم الجميل، اني اقول صباح الخير لسوريا. صباح الخير سوريا الغاليه من عنقودها وسنابلها في الجنوب إلى سنابلها في الشمال، من باديتها حيث تشرق الشمس دافئة ليحتضنها الساحل عند الغروب. صباح سوريا بكل أطيافها. يسعد صباحك، وصباح الكوادر الطبية أيضا يلي في كتير منهم، والسلام لأرواح أطبائنا يلي قدموا يمكن يعني كانوا المساهمين في شفاء عدد كبير من الأشخاص، ولكن للأسف كورونا شهداء الجيش الأبيض عليهم. صحيح، شهداء الجيش الأبيض. الحقيقة بهالموجة هاي، خلينا أذكر رقم ب 22/2 تحديدا، كانت وزارة الصحة عم تسجل 36 إصابة، ونخلينا نأكد بين قوسين هذه الإصابات للمرضى المراجعين للمشافي وتم أخذ المسحة لهم وكانت نتيجتها إيجابية، وليس هو العدد الحقيقي، وعلى الملأ نعلنها. العدد الحقيقي قد يكون أضعاف هذا العدد. هناك أقسام تتم معالجتها في العيادات، في من قبل تتم متابعتها من قبل متطوعين أو ممرضين في المنازل، ليست كل الحالات تراجع المشافي. فب 22/2 تحديدا كنا عم نسجل 36 إصابة، خلال شهر نحن هلا امبارح مسجلين 172 إصابة. هالتضاعف هذا بيبين قديش مدى سراية وانتشار الحالات، ولكن بالمقابل أيضا هالحالات هي نسبة الشفاء مرتفعة عندها، أيضا الوفيات أقل. تمام. صح نحن عندنا ضغط على سرير العناية المشددة، ولكن هذا لحالات معينة. يعني أنا اليوم المرضى اللي عندي بدمشق بحدود 138 أو 139 صاروا على أجهزة التهوية الآلية، هم معظمهم من المرضى المسنين، من المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، عندهم مشاكل تتعلق بالمناعة، وقعوا في ريس المرض واحتاجوا دخوله للعناية أو احتاجوا جهاز التهوية الآلية، والبعض منهم احتاج أجهزة دعم التنفس. المنفسة ليست العلاج الوحيد، وقد لا تكون هي المنقذ الوحيد. تم الاعتماد على أجهزة التهوية الآلية أو أجهزة دعم التنفس، أو هالمصطلح اللي نسمعه الباي باب أو السيباب.
لها دور داعم كثير وكانت منقذة لكثير من المرضى. وزارة الصحة مع بداية العام قامت بتوزيع 600 جهاز على مختلف مؤسسات القطاع الصحي، سواء بوزارة الصحة أو بالتعليم العالي أو بالجهات الأخرى مؤسسات القطاع الصحي. نعم دكتور، عنا موجة جديدة من الكورونا، عنا سرعة انتشار خيالية عم تكون بين المواطنين اليوم. خلينا نحكي، يعني نحن كلنا بنعرف شو هي أعراض كورونا، ولكن كورونا مستجد، ما في دراسة مطلقة، ما في ولا شيء، ما في ثوابت علمية حقيقية عالمية، خلينا نقول مو بس بسوريا، ولا حتى العلاج أيضا هو كل مرة عم يكون عم تطلع فرضيات ونظريات وأبحاث. خلينا نحكي عن الموجة يلي نحن هلأ عايشينها، شو هي أكثر الأعراض يلي عم تكون موجودة؟ شو هي المراحل يلي عم نعيشها؟ وهل هي عم تكون بين ال 15 وال 20 يوم، ولا هي عم تمتد لشهور مثل ما شفنا بالموجة الثانية؟ كان في ناس امتدت معهم الإصابة لشهور. والله هي الفترة الزمنية متفاوتة، يعني في أشخاص أسبوع 10 أيام بتكون كل أمور منتهية، وفي أشخاص مثل ما ذكرتي أنت ممكن أنه تمتد لأشهر، ولكن هي حقيقة ما بتفرق عن أعراض الرشح والقريب العادي، ومعظمها إجت هيك نتيجة تبدلات الطقس، نتيجة تداخلها مع الإنفلونزا الموسمية اللي هلأ وقتها بصير عند تبدل الطقس. في أشياء تانية أخرى ما بدنا نحن نسلط الضوء عليها حتى ما يصير في تعب عند المريض، يعني مثلا أحيانا المريض يكون بيظهر على شكل طنين أو دوار أو التهاب أذن. هذا الشيء ما هو ثابت، لانه في الوقت هذا كثير من المرضى ممكن يتعرضوا لهالاعراض، فمشان مريضنا او اللي عم يسمعنا ما يظن والله اي اعراض من هيك معناتها انا خلص انه عندي كورونا. ممكن تكون كثير من الاعراض عابره وتم زوالها بمعالجات عرضيه حتى ما يحتاج الشخص انه يراجع او يدخل للمشفى، ولكن المؤشر الاساسي هي الاعراض الثلاثه ما اختلفت نهائيا لغايه الان، واللي هي ثابته، موضوع السعال، موضوع الترفع الحراري، الوهن العضلي. هلا كثير من الاشخاص عم يشوفونه بقصه تعب، بحس انه والله جسمه تعبان، مفاصله عم تجعه، حالة وهن. في من هون بيجي بأعراض هضمية، في من هون بيجي بأعراض عصبية، يعني كثير الأمور عم تختلف، النظريات والأبحاث كل يوم عم بتطلع أشياء جديدة. طيب المفروض قديش وقت لازم يكون هو مترافق بأعراض أي عرض ذكرته حضرتك؟ قد إيه وقت لحتى يقول عن جد أنا معي كورونا؟ بجوز كثير ناس يقولوا لا هذا جريب عادي، رح أتحمل ويكون عم ينشر الفيروس ومانو حاسس، فنحن كيف فينا نعرف إنه لا نحن معنا كورونا؟ لا اسمحي لي بملاحظة هون، اللي عم ينشر الفيروس وما هو حاسس هو شخص غير عرضي. لما بقول انا انه عندي انتشار للفيروس من قبل اشخاص هن ما عندهم اعراض، وحقيقه هن اللي بيشكلوا الخطر، هن حاملين للفيروس ولكن ليس لديهم اعراض، بيطلع بخالط وبينزل على السوق وبيروح على كل الاماكن، بيكون عم ينشر المرض بس هو ما انه ظاهر عليه هالاعراض. هلا لما بوصل انا لمرحله هالاعراض هي تترافق مع زله تنفسيه او ضيق بالتنفس، لابد من استشاره الطبيب. ايضا هون بدنا نحكي ملاحظه كثير مهمه، مو اي اعراض رشح او قريب يجب ان الجا الى المشفى، خاصه هلا بهالظروف هي، لانه المشافي مكتظه بالمراجعين وبالحالات، فممكن هو يكون قريب عادي وراح على المشفى، ممكن يكون المشفى هي مصدر للعدوى ولقط هالعدوى من خلال مراجعته للمشفى. هلا الشخص طالما هو ما عليه اعراض حاده، أنا برأيي يلتزم موضوع الحجر المنزلي، الإكثار من السوائل، الابتعاد عن القلق والتوتر، الأمور الصحية اللي ممكن ممارستها بدون أي إجهاد، هي كفيلة بأنه إذا كان عم يشكو من رشع عادي أو قريب يتعافى منها. كثير دكتور بيقولوا الأطباء هلأ بهالوقت وبال الذروة الثالثة المفروض أي حالة قريب نعتبرها هي كورونا، يعني الشخص يعزل حاله بالبيت 5 أيام تماما، وخلال هالخمس أيام هو فيه يفرق إذا معه كورونا أو لا، خلال يعني هي إذا صار في عنده أعراض جديدة ما بلش يتحسن يعني هو معه كورونا، أما إذا بلش يتحسن بعد الخمس أيام يعني هو كان قريب عادي وبيقدر يمارس حياته بشكل طبيعي بعد هاي الخمس أيام. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، كمان في شغلة جديدة، قصة الأطفال بالموجة الثالثة صار الأطفال عم تطلع عندهم أعراض الكورونا. نحكي عن موضوع المدارس، هل في حتتوقف المدارس ولا مكفين؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع. طب إذا تسمحي لي خليني ناقشك أنا بآخر نقطة أنت حكيتيها، توقفت المدارس
شو اللي رح بصير على أرض الواقع بالنسبة لهالأطفال هذول؟ الأطفال هذول اللي هن مستقبل وثروة سوريا. تمام. هذا الطفل رح ينام للساعة 12 الظهر، 1 الظهر، ما عنده مدرسة. رح يمضي كل وقته وبيسهر للساعة 4 الصباح أو 5 الصباح، هل هذه عادات صحية جيدة؟ أكيد لا. بينما الطفل اللي عنده مدرسة رح ينام بكير، رح يستيقظ باكراً يروح على مدرسته. رح يخفف من الاكتظاظ اللي موجود بالبيت، رح يخفف من كثير من الامور بالبيت بيتم بصير فيها توتر، ما سمعناها نحن بالحظر الاولاني كثير من الامهات انه نحن تعبنا نفسيا نتيجه وجود هدول الاطفال بالبيت، اذا صاروا ينزلوا على الشوارع. هذا انعكاس ايضا يجب اخذه بعين الاعتبار قبل ما افكر بموضوع انه موضوع اغلاق المدارس. موضوع هلا نحن هلا بالذروة، هو سريع الانتشار والاطفال عم تطلع عندهم اعراض الكورونا بنفس الوقت عم بينقلوها بسرعه كثير كبيره، فنحن هلا مثلا بخطر. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. لذلك نحن مطلوب منا التقيد بالاجراءات الاحترازيه، وسائل وسبل الوقايه اكثر، لانه نحن بالذروة، مو لانه نحن بالذروة نروح تجاه الاغلاق. وهذا الموضوع ليس من اختصاصي انا كشخص اتخذ في قرار، ثقي تماما ان هذا الموضوع متابع تماما من قبل فريق حكومي يضم كل الوزارات المعنيه، وهي قادره انه تتخذ اي قرار بناء على المعطيات اللي بيتم رصدها او تزويدها لها الاجتماع الفريق الحكومي اللي هو يعتبر اجتماع طوارئ قائم على مدار الساعه، وكل الساده الوزراء عم يتابعوا هذا الموضوع. وقت بنلاحظ لاحظنا نحن انه في زياده انتشار ما بين الطلاب، تم التوجيه بالتعاون ما بين وزارة الصحة والصحة المدرسية بوزارة التربية، وبلشوا من امبارح أخذ مسحات بمدارس دمشق، واليوم بلشوا أيضا بريف دمشق. الموضوع عندما يكون هنا مراقبة له عم يتم رصده، قادرين بأي لحظة يتم اتخاذ قرار ما. ولكن أنا سألتك سؤال إنه شو منعكسات اتخاذ هذا القرار على صحة الطفل؟ حتى لو كان الشيء البديل وهو التعليم أونلاين، كمان ما نعم، ما هي وسائل متاحة عنا؟ ما يأخذوها بعين الاعتبار منطقياً بشكل صحيح؟ ما هي وسائل متاحة بكل المحافظات وبكل المناطق؟ موضوع الكهرباء، موضوع النت، هذا كثير بيلعب دور فيه. نعم، يعني بدنا نتمنى السلامة لكل أطفالنا وينتبهوا كتير منيح. يعني دائما نحن من خلال الإعلام بنوجه رسائل عديدة حتى ينتبهوا، لحتى ياخذوا الإجراءات الاحترازية. ولكن دكتور خلينا نحكي ببروتوكولات العلاج. كتير عم نشوف بالفترة الموجة الأولى والثانية، وهلأ نحن بالذروة عم نحكي بأخذ الفيتامينات، عم نحكي يمكن بأخذ أدوية. بعض الصيادلة، بعد الدكاترة، صارت هي قصص تجارية. حطيت إيدك على الوجع. حطيت إيدي على الوجع تماما. وكثير من الأشخاص هن ما باستطاعتهم لا يعملوا صورة للصدر، ولا يعملوا مسحات كورونا، ولا يعملوا تحاليل، هن عم ياخذوها بشكل عشوائي. عم نشوف تزايد هائل بأسعار الفيتامينات والأخذ العشوائي. خلينا نحكي عن الأخذ العشوائي للدواء، قديش عم يضر الجسم؟ له تأثيرات كثير كثير سلبية، وعدا عن موضوع تأثيراته الاقتصادية والعبء اللي ممكن يتحمله المواطن الذي يعاني ما يعاني. أولا، لا تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي هي مصدر لمثل هيك معلومات، يعني أي حدا ممكن يدخل ويعطي معلومة. في مصادر موثوقة لأخذ أي معلومات ممكن أنا أني أعتمد عليها. الأخذ العشوائي للأدوية بغض النظر عن جائحة كورونا بشكل عام له تأثيراته السلبية. حتى أدوية الالتهاب لما باخذها أنا عشوائيا ما بتعود أدوية فعالة، وتحدث تأثيرات سلبية أكثر من ما تؤدي إلى فائدة. في أمور أبسط بكثير أنا ممكن أتبعها وتكون غير مكلفة. الجو الصحي اللي أنا ممكن أمنه، الطعام الصحي اللي أنا ممكن أني أتناوله، الابتعاد عن أمور ممكن تكون اولا عم تاذي صحتي وعم تاذيني ماديا وهي التدخين، الابتعاد عنها، هذا ممكن يدعم ويقوي المناعه. العصائر الطبيعيه هي ممكن انه تدعم المناعه. انا بلجا للفيتامينات عندما يكون هناك عوز في هذه الفيتامينات. هلا كثير من الامور انحكت بالنسبه لفيتامين د، فيتامين سي، فيتامين بي كومبلكس، هذه الامور عندما يتم تامينها من مصادر الطبيعي انا بالغنى عنها، لانه هذه فاتورتها الدوائيه وقيمتها الدوائيه قد تتجاوز 30 أو 40 ألف ليرة. مو كل شخص بده صورة صدر،
هي تدخل ضمن التقييم للمشافي. يعني المريض لما حيحتاج تقييم من خلال صورة الصدر هو من كل بد أصبح مريض مشفى، يتم تقييمه في المشفى ومشافينا جاهزة لتقييم هذه الخدمة ومجانا على مدار الساعة. حتى بالنسبة لموضوع المسحات، مو كل الناس مضطرة أنه تروح تعمل مسحة، والمسحة تجرى مجانا. هلأ كثير من حكى بموضوع أنه والله لا مأجورة، هي مأجورة فقط للمسافرين ومن خلال منافذ محددة، هي فقط للأشخاص الذين يريدون السفر، بينما الأشخاص المراجعين للمشافي المراجعين اللي حاسين بأعراض هي مجاناً 100%. طبعا. نحن ليس لدينا الإمكانية لإجراء المسحات لكافة المواطنين أو أي شخص اشتبه بحاله بده يروح يعمل. إذا احتاج للمشفى وراجع المشفى من كل بد ستجرى له المسحة وهي مجاناً. أما أني إن أعمل مسح عشوائي حقيقة لا يوجد إمكانية. حتى هي المسحات عالمياً في شح بعددها، مسحات البي سي آر. تمام دكتور. هلأ بيقولوا من علاج الكورونا في أدوية مثل مميعات الدم، مثل الكورتيزون، مثل في إبر هي غالية الثمن ولكن أنه عم يشفى فيها المريض بشكل أسرع. خلينا نحكي عن هدول الأدوية لأنه الأشخاص كلها مثلا صاروا عم بيعطوا الوصفة الطبية لبعض، يعني عم بيلجأوا هنا للصيدليات عم يشتروا هالقصص وعم بياخدوه. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. وكمان في عنا الأشخاص اللي صار مع كورونا قبل ممكن يرجعوا ينصابوا ولا لا؟ عم بيقولوا مثلا في فترة خلال 3 شهور ما حينصاب الشخص بالكورونا مرة ثانية. وآخر شيء في عنا لقاح الكورونا اللي عم يستخدموه هلأ الأشخاص أو فئة قليلة، هدول الأشخاص هل هن محميين من الكورونا ولا ممكن يرجع يصير مع كورونا بأعراض خفيفة؟ تمام. الحقيقة صاروا شيء 5 أو 6 أسئلة. بالنسبة للسؤال الأولاني، الموضوع عندما نتحدث عن أدوية تخصصية فحكما من كل بد يجب أن يتم وصفها من قبل الطبيب المعالج. يعني أنا ما بروح على صيدلية مشان أخذ دواء مميع أو أخذ كورتيزون. تمام. تأثيراته السلبية مثل ما ذكرت ممكن تكون كتير شديدة، ولكن بالبروتوكولات العلاجية لمرضى معينين، مريض عنده عوامل خطورة للتخثر، هذا من كل بد تدبيره طبي وليس عن طريق وصفة الصيدلي أو هو حاله يجتهد والله أنه يأخذ المميعات. بالنسبة للكورتيزون أنا ما بستخدمه إلا في المشفى وقت بيكون في عندي ضائقة تنفسية أو المريض تطورت عنده ما تسمى بعاصفة رد فعل المناعي بالجسم، هون أنا مضطر أني استخدم له الكورتيزونات وبكميات كثير كبيرة، ولكن بقسم متخصص في أطباء هن بيكونوا متابعين هالمريضات مو بشكل عشوائي. هلأ كثير من الأدوية الثانية اللي انذكرت الحقيقة كلها، هون بدي أحكي ملاحظة كثير مهمة، عم تدخل لسوريا تهريب. تمام. والتهريب ما نوع مضمون به مثل كثير، نعقد مؤتمر كامل حول هذا الموضوع انه كثير من الأدوية اللي عم تدخل تهريب هي أدوية مزورة تقليدية وليست الأدوية الأساسية، ودليل على ذلك سعره. يعني أنا لما بيكون الدواء سعره ببلد المنشأ يعادل 1,000,000 ليرة سورية وأنا عم يوصلني 100,000، هون أنا بحط 50 إشارة استفهام حول مصدره أو حول دقته، قد تكون يعني أرهاق مادي وعدم فائدة من الناحية الصحية. وبالأخص أنه الأدوية السورية يعني نحن منعطيها لكل العالم، يعني هي معروفة بفاعليتها ومعروفة بمفعولها الكثير مهم. السؤال الثاني الشخص اللي انصاب بالكورونا ممكن يرجع ينصاب؟ حقيقة نحن من البداية ذكرنا كلمة كثير جوهرية ذكرتها زميلتنا، أنه ما في شيء ثابت بالنسبة لهذا المريض، بالنسبة لها المرض هذا. ممكن ينصاب، ممكن وارد أنه ينصاب كم مرة، وارد كثير يتكرر أنه مع كل جائحة يكون هو عرضة للإصابة. قديش فترة المناعة بعد الإصابة؟ الموضوع كلياته لساته دراسات بحثية، في دراسات قالت 3 شهور، في دراسات قالت 6، ما في شيء لحد الآن ثابت. لذلك نحن يمكن لازم يصير في نوع من التعايش أو التأقلم، بدنا نتأقلم، بدنا نتعايش مع هذا الوضع انفرض علينا نتماشى فيه. مو معناته أنه إذا انصبت خلص، أنت انصبت بس أنت ممكن تكون مصدر للعدوى للأشخاص الثانيين. صحيح. طيب لقاح الكورونا. موضوع اللقاح أيضا كمان ما في شيء ثابت، هو أول مرض بيطلع له لقاح خلال فترة كتير هائلة نتيجة جهود المكثفة اللي قاموا فيها كتير من العلماء، وصل اللقاح إلى سوريا، وصل اللقاح إلى سوريا، ولكن نتيجة محدودية الكمية اللي وصلت كان لابد من وضع خطة للأولويات.
مين هو أكثر شخص لازم أنا أعطيه الطبيب. هذا اللقاح؟ ليس كل الأطباء، نحن نتمنى أنه كل الكادر تبعنا، مو بس الأطباء، الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين حتى اللي هنين على احتكاك مع المريض أو حتى الخدمات المساندة أو الخدمات الداعمة، كل كوادر المشفى تأخذ. ولكن نتيجة محدودية الكمية أنا انتقيت الأطباء العاملين في قسم العزل حصراً طبعاً. وكان اللقاح اختيارياً لأنه مو كل الكوادر قبلت أن تأخذه ومجاناً. وعندما سيتم تأمينه لبقية أفراد المجتمع هو اختياري ومجاني بكل صار تأكيد. صار في ردات فعل للأجسام من اللقاح ولا؟ طبعاً ظهرت أعراض تقلد أعراض، بس ما وصل لحالة أعراض الكورونا. لا لا الحمد لله لم تصل. عم نسمع عالمياً أنه اللقاح عم يؤدي إلى الموت. لم يثبت في حالات تم تسجيلها، ولكن لم يثبت انه نتيجه اللقاح او نتيجه امور ثانيه. حتى اخر فتيشه خليني اسمي لك اللي كانت بخصوص لقاح استرازينيكا، انحكى فيها كثير انه عم يؤدي لجلطات، وردوا رجعوا تراجعوا، وردت رجعت بعد ما كان طلع عليه دعايات كثير، لانه حقيقه الموضوع كانه ارتبط بمواضيع سياسيه اكثر منه مواضيع علميه. بما انه عم نحكي عن الدعايات وعن الشائعات كثير، هلا وين ما رحنا بيقولوا عم نعمل مسحه بالموجه الثالثه، ما عم تبين اذا معك كورونا ولا ما معك كورونا. خلينا نوضح هذا الموضوع، لانه دائما نحن دائما بنحط الحمل كله والاتهامات مباشرة يمكن على المخبر، بنحط انه لا هي صارت تجارية. لا لا. اسمحي لي نعرف انه هل هي صح انه بالموجة الثالثة ما ببين اذا معك كورونا؟ لا لا. نحن بالنسبة للتشخيص لا يتم الاعتماد فقط على المسحة. كثير من الامور انا بربطها ببعضها، وهذا الشيء تم بتعميم عنا بوزارة الصحة للمشافين. انا بعتمد ممكن ان اعتمد على الاعراض السريريه بالدرجه الاولى، لانه هي لا يمكن الحدث الطبي او الفحص السريري العياني انه يخطئ. تصوير الطبق المحوري اضافه لصوره الصدر والمسحه، وتربط هالامور هاي بعضها اكيد نسبه الخطا رح تنعدم او تتلاشى. موضوع المسحه قلت لك من البدايه ممكن تكون الى نسبه معينه من المصداقيه، الى سلبيه كاذبه ولا ايجابيه كاذبه ممكن انه تكون. فانا بدي اربط هالامور هي كلها مع بعضها حتى اصل لنتيجه صح او قرار يعني صح. يعني الموجه الثالثه من الكورونا من حيث ما الاعراض ما في شيء مثل اللي عم ينحكى، ما بتفرق من حيث المسحات، هي بتبين بالمسحه ابدا، تبين بالمسحة، ما في أي خلاف عن الأمور. بقول لك شو اللي ما ببين بالمسحة. أنت يمكن عم يتم الخلط ما بينه وبين موضوع الفيروس المتحور. خلينا نرجع للفترة اللي بلش يكتشفوا فيها الفيروس المتحور، كان من خلال ملاحظتين لاحظوا بأحد المناطق وتحديدا ببريطانيا. لاحظوا أنه في انتشار بعد ما كانت أعداد الإصابات عم تنزل، بلشت الأعداد ترتفع. تمام. الملاحظة الثانية كانت أنه عم يصيب الأعمار الأصغر سنا، فأخذوا من هدول الأشخاص مسحات، تم دراسة نمط الوراثي للفيروس، لقوا أنه في هالطفرة هاي. أوكي. من هون هلأ الأشخاص اللي عندهم أعراض وعم تطلع النتيجة السلبية، هدول منشك فيهم انه تكون في عندهم النمط المتحور من الفيروس. بسوريا حقيقة تم اخذ عينات من مختلف المحافظات ومن مختلف الفئات العمرية، وتم ارسالها الى المخابر الدولية، وحتى هلا نحن بلشنا باخذ عينات ثانية وايضا رد ارسالها، ولكن لغاية الان لم يثبت، ممكن تكون شكوك، لم يثبت وجود النمط المتحور في الجمهورية العربية السورية، لم يثبت بالدليل. ممكن أنا أكون لاحظت أنه والله في زيادة بالانتشار، في زيادة هي، ولكن بالدليل وبالتنميط للفيروس لم يثبت وجوده في سوريا. لم يثبت أي إصابة بسوريا. لم يثبت أي إصابة في سوريا. حتى إذا بدي أحكي عن الإصابات بالأطفال أو أنه هو النمط المتحور يصيب الأصغر سنا، لم تسجل الأعداد الكبيرة لإصابات الأطفال في سوريا. بس هي عم تيجي بشكل عام، هي عم تيجي أعراض معوية كمان يمكن عند الأطفال، ممكن. وأعراض مالها شديدة كمان عصبية. هنا بيقولوا بعد الكورونا دكتور الشخص عم ينصاب باكتئاب، بوهم بعضلاته، يعني تاخذ فترة شهر بعد الشفاء من الكورونا. وأكيد دكتور لهم نكون وصلنا لختام فقرتنا، وشكرا على معلوماتك القيمة، وشوفك بحلقات قادمة. أهلا وسهلا. عندك تعليق؟
الشيء اللي قالته من بعد الإصابة بكورونا أنه ممكن يصير مضاعفات. موضوع هلأ ياريت أنه نحكيها. أهم شغلة عند الشخص وإلها دور بالمناعة هي عدم القلق. تمام. عدم القلق، الخوف. والنفسية الشخص بده يدعم حاله نفسيا لحتى هو يقوى على المرض، وهي مو بس بالنسبة لمرض الكورونا، بالنسبة لكل الأمراض دعم الجانب النفسي له كثير دور كبير بالمعالجة. فما بالك بمرض، يعني أسوأ شغلة نحن نتعامل معنا لما بشوف مع مرض يصارع من أجل سحبة هالأكسجين، هاي قديش إلى أهمية. لما هو بيتعب نفسيا ويفكر بتبعات أو اختلاطات هالمرض لح يوقع ضحية له. صحيح دكتور. يعني بالختام بس حابة أنا أتشكر الكوادر الطبية اللي هي ما عم تبخل لا على الواتساب لا على الفيسبوك ولا على عبر التليفونات بعلاج أي مريض وخاصة مرضى الكورونا. وأيضا بدنا نتشكر كل الكوادر يلي عم يأمنوا أكسجين لقلب البيوت وعم يكونوا متابعين وعرضوا حياتهم للخطر لا من أجل أيضا إنقاذ حياة عدد كتير. هي النقطة أيضا كتير مهمة اللي هي المبادرات التطوعية. لا يمكن أنا أني أسند كل شيء على القطاع الحكومي هو اليوم صح. لا بد من المبادرات التطوعية، ولكن يجب أن تتم برمجتها بما يخدم الصالح العام، وإلا تكون محددة أو لنقاط معينة بدها تتم دراستها تجاه المناطق أو الفئات الأكثر حاجة والأكثر تعرضا للإصابة. يجب أن يتم الاعتماد عليها لأنه إيد واحدة ما بتسقف، ونحن مجتمعنا معروف بمبادراته التطوعية يعول كثيرا على هذه المبادرات تأثيرها الإيجابي. الله يحميكم دكتور، الله يحمي الجميع، وشكرا كثير لوجودك معنا ويعطيكم ألف عافية يا رب. وشكرا لكم. ميرسي كثير لكم. أما هلأ مشاهدينا فخلينا نروح إلى مكتبة الأساد لحتى نتابع إطلاق الخطة الثقافية لعام 2021 لاتحاد الكتاب العرب في المجال الثقافي والإبداعي. التفاصيل خلينا نتابعها مع زميلتنا رزان سليمان. انطلاقا من ضرورة العمل على الاستثمار في المجال الثقافي والإبداعي، اجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب بأعضائه لمناقشة مشروع نشر الثقافة في المجتمع السوري على أوسع نطاق. هناك رغبة حقيقية بأن يكون هناك نوع كبير من التعاون ما بين اتحاد الكتاب العرب وما بين الوزارات المعنية. بمعنى مثلا عندما التقينا مع السيد وزير التربية قدمنا له الكثير من المقترحات. الأهداف الأساسية التي سعى الأعضاء للتركيز عليها في حديثهم هي التواصل مع أكبر شريحة معنية بالثقافة، إضافة لتسليط الضوء على المواهب الشابة التي تملك القدرة على الإبداع وإعطائهم فرصا لطرح أفكارهم. خطة ليست فقط مركزية، خطة للعاصمة وللاتحاد، وخطة لفروع الاتحاد في المحافظات. تكليف كثير من أعضاء الاتحاد الكتاب بتوثيق بطولات الجيش العربي السوري ومن الناحية الأدبية وإصداره بكتاب، والانتقال من أجل تحقيق هذا الموضوع إلى كل الأمكنة والمحافظات السورية. هذا الاتحاد وقع تفاهمات كثيرة مع على الأقل 7 وزارات في الدولة، أكيد الثقافة والإعلام والتربية والتعليم العالي وغير ذلك، حتى الخارجية حتى الداخلية تم تفاهم معها. الهدف الاستراتيجي على الاتحاد أن يعمل ويريد أن يعمل كما يجب أن تعمل كل مؤسسات الدولة، وخصوصا بهذه الفترة فالعمل الحقيقة جهاد حقيقي وصبر وإيمان بالانتماء المقدس للوطن. هذه الخطوة جاءت تأكيدا على أهمية الثقافة واعتبارها العماد الأساسي الذي تقوم عليه المجتمعات وتوجيه العقول الشابة لبناء وطنهم.
كثير لي من الاشخاص بيكون عندهم حس فني، بيحبوا يحطوا لوحات ببيتهم، بتعني لهم كثير. انت بتحبي هذا الموضوع؟ بتزوري معارض؟ بتحبي هالاشياء؟ اكيد، وبحكم شغلنا نحن كثير عندنا زيارات واحتكاك مع الفنانين السوريين يلي هن اكيد متميزين داخل سوريا وخارج سوريا بلوحاتهم، معارضهم وفنهم ايضا. اكيد، وشي بيعطي للبيت لمسه حلوه، واكيد شيء كثير حلو. هلا حننتقل لريف حمار. لوحات فنيه اعطاها الفنان لؤي الرونق والحياه لتشكل عالمه الخاص الذي ينبض بالحب والحياه. التفاصيل بتقرير مراسلنا محي الدين فهد. الوان بلا حدود وريشه اتقنت الفن والابداع، وافكار ترجمت باروع اللوحات. الفنان لؤي ادم ترك بصمته في عالم الفن التشكيلي من خلال معرضه في السلمية بريف حماة، الذي ضم أعمالا مختلفة ولوحات تصور الواقع بمختلف جوانبه. بهالمعرض هذا بيضم 33 لوحة، تتوزع اللوحات مواضيعها ما بين اهتمام بالناحية النفسية والناحية الصحية ونواحي اجتماعية متعددة. دائما اللوحة مرتبطة بالفكرة عندي أنا، واللون إلي تقنية خاصة فيه اللي هي تفكيك اللون. اللوحات كلها زيتية. المعرض غني بتفاصيله، يحمل مجموعة من القيم الفنية والجمالية والفكرية أيضا. والفنان نلاحظ ضمن هذا التنوع قدم رسالة لمجتمعه شاملة من خلال تصويره مثلا الأفكار الرؤى. لوحات شاملة ومنوعة وصور دقيقة جدا توحي بعمق فكر الفنان. هدف المعرض انه من ناحية اللي شفتها انا في الوان زاهية وبيعبر انه كل لوحة في لها تعبير خاص ونابع من داخل الاستاذ لؤي. لوحات فنية اعطاها الفنان لؤي رونق والحياة لتشكل عالمه الخاص الذي ينبض بالحب والحياة. للإخبارية السورية محي الدين فهد. تابعينا بعالم الفن والفنانين السوريين، وأكيد رح ننتقل من ريف حما. خلينا نروح إلى حلب، وحيث أقيم معرض فني تحت اسم رونق، ضم عشرات اللوحات يلي أنجزت بطريقة حرفية وبألوان مميزة. خلينا نروح إلى حلب الشهباء ونتابع مع بعض هالتقرير ومدرجة. افتتح في صالة الخنجي في حلب معرضاً فنياً بمشاركة مجموعة من الشباب، ضم عشرات اللوحات التي أنجزت بطريقة حرفية وأظهرت جمال اللون بطريقة مختلفة. معرض رونق طبعا بمشاركة كوكبة من فنانات المبدعات من مدينة حلب، هو رسالة للعالم بأن مدينة حلب هذه المدينة التي تعرضت للإرهاب الفكري الظلامي قد تعافت، والآن نشاهد هذا المعرض المهم الذي ضم أكثر من 35 عمل بجهود شابة ومتألقة تقدم رسالة بأن هذه المدينة التي حملت رسالة الفن التشكيلي عبر عقود طويلة هي مدينة ولادة بالإبداع وبالفن وبالتشكيل. نحن عم نقارن هذه التجربة كيف تطورت إلى هذا الحد من الشكل. شيء مبشر حقيقة، والتجربة رغم ظروف الأزمة والظروف اللي عم نعيشها حقيقة بالحياة، ما زال هناك فنانين شباب عم يطوروا أدواتهم ويطوروا وظائفهم بحيث يأدوا المرحلة الجمالية المطلوبة خلال هذه المرحلة. رونق اسم المعرض الفني الذي قدمه كل من آلاء وتمارا وياسمين وبيان، مؤكدين أن الفن هو رسالة هامة لتقديمها لكل الشعوب، وتعبر عن مكامن عديدة مهمة تشبه ثقافة البلدان وحضاراتهم. في تجارب مختلفة، عجبتني تجربة التعامل مع السينما يعني أكثر شيء، والرقص يعني في تجارب مختلفة متقاربة،
بس عجبتني عند الشباب روح التفاؤل. شاركت اليوم ب 26 لوحة، حبيت يكونوا لوحات صغار بسيطات يعبروا عن الألوان، وعملت فيهم الكولاج، يعني حبيت الكولاج وحطيت جبصين وحطيت ورق ذهب وحطيت الخرز، حبيت إنه أعمل غير أسلوب، حبيت أطلع من الحالة اللي إحنا فيها. لازم واحد ما يوقف، إنه رغم الظروف والحرب يعني الحياة رح تستمر، ولازم نعمل شيء الإنسان يتفائل فيه، سواء عن صعيد الاجتماعي أو الصعيد العملي أو المهني، فلازم واحد يعني يتقدم رغم الظروف، يتقاوى عليها ويتقدم إن شاء الله، وأكيد يعني يكون في أمل دائما، ولازم واحد ما يفقد الأمل. حبيت أشارك بهذا المعرض لحتى يكون لنا خطوة جديدة بهاي الحياة، ننطلق منها طبعا وننهض فيها. حبيت أعمل لوحات شوي تعبيرية بتعبير عن الحالة اللي بيعيشها الإنسان، دائما الحالة اللي بيعيشها الإنسان بتكون يعني بتسيطر على ملامح الوجه. الفكرة إنه بدها صورها عم تطوي فيه على مواقع الأثرية ليوصلوا للكل، عاصرت هي الحرب الشيء المتضرر، حاولت إنه بصورها تعطي شوية أمل، تعطي حياة حيوية. الحضور من جانبهم عبروا عن سعادتهم من جيل الشباب الذين يحملون بصمة خاصة في عالم الفن التشكيلي، ويسعون إلى الاستمرار بإقامة المعارض الفنية في حلب. وهلأ ليا حننتقل أكيد للكاتبة رنا العسلي. بدأت رحلتها مع الكلمة بكتابات نثرية في سن مبكرة، وأصدرت أول مجموعة بعنوان رسائل لم يقرأها آدم، ثم شقت طريقها بين الشعر والرواية والقصة حتى عملها الأخير رواية سنين المخاض التي تحاكي وجع السوريين جراء الحرب الإرهابية. معنا الكاتبة والأديبة رنا العسلي لنحكي أكثر عن تجربتها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، شكرا لصباحكم الحلو كثير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نتعرف عن الروايات يلي حضرتك كاتبتيها، عن الكتب يلي أيضا كاتبتيها. بالبداية نتعرفهم، ايمت بلشتي بهي الهواية؟ ايمت صارت عندك هي فعلا تأنجي فيها على أرض الواقع؟ بدي أقول بالأول عن تجربة الكتابة كتجربة، مثل ما قالت فينا نقول نحن أنه كأشخاص بتهمنا الكتابة لأنه هي شكل من أشكال التواصل البشري الإنساني، وهي اللي بتوصل أفكارنا، بتطلعنا لمساحة حرة لتوصل أفكارنا وعاداتنا وتقاليدنا لأكبر عدد من الناس من المتلقين. الروايات اللي طلعتها بخلال آخر كم سنة كانت عبارة عن نسر كتب نسرية وكتب رواية. رسائل لم يقرأها آدم اللي كانت أول ما بلشت فيه كانت تجميع لنصوص نسرية لما كنت بعمر 14 و15 و16، يعني بعمر المراهقة مثل ما بيقولوا، فلهيك سميتها لم يقرأها آدم لأنه كانت عبارة عن شغلات عفوية بسيطة للطفلة بنعتبرها بهداك الوقت. بعدين على شفاه الوجد كمان مجموعة نسرية مسكونة بك رواية. سنين المخاض بتحكي عن الحرب في سوريا وانعكاساتها السلبية اللي صارت على المجتمع وعلى الطفولة ككل. على صوت نبضه كان إصداري الأخير كتوأم، كان مجموعة نسرية مع رواية بنفس الغلاف والاسم والعنوان يعني خمسة صار عنا؟ ستة. فهدول مجمل. من أي سنة بتكتبي؟ من أول كتاب؟ أنا بلشت كتير صغيرة، بس كنا بهداك الوقت ننشر بالجرايد المحلية، كنا نشيطين بالشبيبة بهذيك الأيام، كان لها دور كتير كبير بتشجيع المواهب، فكنا ننشر أكثر منشوراتنا بالجرايد المحلية كمان. انقطعت فترة منيحة كرمال الأطفال والأمومة والبيت والالتزامات، مو لأنه بتمنع طبعا، لا أكيد ما في شيء بيمنع. أنت كأم، وبما أنه عيد الأم ماله كم يوم، كل سنة وأنتي سالمة. أنتي سالمة. وعن جد ينعاد على كل الأمهات بالخير والصحة. خلينا نحكي، كيف عم تقدري ترتبي أو توافقي بين عملك بين كتابتك بين أولادك؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع، وأكيد بما أنه حكينا على عيد الأم بدنا نسمع شيء نثري منك بخص الأم. أكيد. بتحبي نسمع النثري أول وبعدين نحكي على الوقت؟ أنتي اللي حاببتي فيك الفلسفي. لغتي يا أمي محفوفة بالدفء، تراود الحب عن أسراره، وتنمو في حجرك غزيرة المعنى،
ويسألونني عنك فأقول: أمي وضعت حملي على ظهرها كي لا يئن ظهري، وتمددت على أرصفة العمر كي تحيك دربي. أمي اقتطعت من صوتها ليعلو صوتي، وتسامرت مع نجوم الليل كي يضحك فجري. أمي ألبستني تاجاً وأقسمت على عرشي أنها ستنحر حزني، واليوم قلبي أخضر وجمال لحظتي أن أراها سالمة. يسلم تمك. الله يسلمك يا رب. يعني سترانا كنا عم نحكي قبل ما هي نحكي عن الأم، الأم السورية دائما يعني مأثبتة حالها بجميع المجالات. خلينا نحكي كيف دائما بيقولوا انه لا انا بدي انجح بشيء ما فيني كفي بشيء ثاني، ولكن البيت هي مؤسسه، هي مشروع، الاولاد ايضا هن مشروع. خلينا نحكي عن تنظيم الوقت والنجاح بكل الظروف يلي مرقت فيها. انا ضد كلمه انه الواحد ما بيقدر يعمل شغلتين ثلاثه مع بعض، ومثل ما قلتي الام السوريه الحمد لله اثبتت بالازمه انه هي قد احمال كثيره من خوف على اولادها، لهموم الحياه، للوجع والخوف والقهر، للنزوح، للحالات اللي صارت عنا ما في اكثر منها. اثبتت انها قويه وانها قادره توقف على رجليها وصامده تعدي بولادها وعائلتها لبر الأمام بأقل الخسائر النفسية على القليلة اللي ممكن تحقق لهم إياها. تنظيم الوقت أنا بعتبره قيمة كتير مهمة بحياة أي حدا بده ينجز شيء بحياته، لأنه إذا ما كنتي منظمة وقتك أنت ما رح تنجحي بأي شيء تاني أبدا. أنت تنظيمك لوقتك عم يعطيكي الراحة النفسية اللي بتخليكي تتعاملي مع كل شيء بيمرق عليك بحياتك بطريقة سلسة وسهلة ومريحة نفسيا إليك بالأول والأخير، قبل ما تكون مريحة للمحيط معك. فمجرد انك تكوني عطيتي وقتك وبيتك واولادك الاهتمام اللازم والكافي والضروري، فانت رح تعطيهم القيمه باللي رح تنجزيه بالعمل، وتعرفيهم معنى الشيء اللي عم تعمليه من خلال تعبك معهم ومع شغلك ومع انجازك، لانه انت بالنهايه كرمالهم، كرمال الجيل اللي جاي. اكيد استحقت رواية سنين المخاض الجائزة الذهبية بعام 2020. خلينا نحكي عنها، وحتى مثلا سنين المخاض بطولة الرواية هي لنساء سوريات تحدوا الصعاب، تحدوا الواقع تبعهم. خلينا نحكي أكثر عن رواية سنين المخاض. رواية ألف مبروك كمان. الله يبارك فيكي. أخذت اللقب ببريطانيا بمجموعة ذا أرب جروب. كانت فرصة كتير حلوة لي أني أوصل بصوتنا ومعاناتنا وبالشيء اللي لازم نحن نوصله بصورة صح لبرا، وكنت كتير سعيدة طبعا بفوزة بهذا اللقب. سنين المخاض كانت مشروع درامي، كانت مشروع مسلسل بسبب الأزمة والمقاطعات بسوريا وبسبب متطلبات السوق ما كتب لأنه تتنفذ كعمل درامي، وبما أنه الهدف الأساسي نحن أنه نوصل الفكرة بأي طريقة كانت للناس، فأنا رحت وحولتها أكيد لرواية. الرواية كانت بتحكي عن وجعنا بالحرب، عن تناقضات الأفكار بين المتعارف عليه والعادات والتقاليد، بين اللي لازم يكون لحتى نوقف على رجلينا صح. بتحكي عن كذا حالة من بين أولاد الشوارع، عادات التحرش اللي كترت بالآونة الأخيرة، ومواقف الأهل بين سلبية وإيجابية وكيف معالجتها مع المحيط. تمام. فينا نسمع شيء تاني أيضا؟ يلا. هلأ اللي بدك تقولي هو نسر أيضا؟ نسر من كتاب آخر إصدار على صوتي نبضه. اقترب قليلا كي نفتح باب الفجر ونسمع تأويل اقترابنا للحلم في سرير الشوق لغز، ولانهمارنا تفسير ليل طويل لا ينتهي. اقترب خطوة فتحت صوت نبضك تختبئ القصيدة، وسطور تتواعد خلسة مع حرفين وقبلة. ربما أتمالك لهفتي فأبدو شاردة في عين الريح، لكن
أصابعها الدافئة تمد إلي عطرك. يعني دائما كتابات مصرية رائعة تماما. دائما اي كاتب او اي فنان او اي موهوب بيكون عنده مثال الاعلى وبيقرا كثير. انت اي خط بتقري اكثر؟ مين الكاتب المفضل عندك؟ ويعني دائما بالبدايات بتقولي انا حابه يكون هيك، انا حابه اكتب هيك. وطبعا قد ما تطور الواحد لازم يضل يقرا. حضرتك لمين بتقري وشو هي او شو هو اكثر روايات انت بتفضليها؟ هلا انا ما راح اقول اسماء، اذكر اسماء معينه، لانه انا من النوع اللي بحب اقرا اي شيء بيوقع تحت ايدي. بحب اقرا الشيء الحلو، الشيء اللي ممكن رفقاتي ينصحوني فيه، الشيء اللي ممكن يضيف لي ثقافه معينه نحن بجاهلينا او ما وصلت لنا غير عن طريق الكتب. هي من فوائد الكتابه طبعا. بالعموم انا مياله للادب الروائي اللي يكون فيه شيء من النثر، اللي فيه شرح للمشاعر، شرح للمكان. نحن بنتعرف على ثقافات كثيرة من خلال هذا الجانب، وبندخل مثل ما نحن بنحاول ندخل برا بثقافاتنا وعاداتنا، بندخل لعادات وثقافات تانية من خلال القراءة. فالقراءة شيء كثير مهم، وهذا الشيء اللي أنا بعتبر أني بشكر أهلي عليه، لأنه من لما حسوا أنه عندي هاي الموهبة وحسوا أنه أنا فيني أعطي شيء، كانوا الدافع والمشجع والمساعد بكل 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 خطوة أنا كنت عم أقدم فيها. وبهالمناسبة أنا بحب أشكر أكيد ماما، لأنه كانت المساعد الأول والأقوى بأنه تدفعني لهذا الاتجاه وتضل معي كل الطريق. أكيد الله يخلي لك يا عم. الله يسلمك. خلينا نحكي، أكيد للأدب رسالة مهمة كثير، من حيث التوثيق، من حيث حل المشكلات، من حيث تسليط الضوء على نقط مهمة على واقع نحن عم نعيشه. خلينا نعرف شو هي رسالتك بالحياة من خلال الأدب؟ جيل المستقبل. نحن حاليا بحاجة كتير كبيرة لحتى نوجههم توجيه صح، لنضمن انه نحن جايينا مستقبل سليم وإيجابي وخالي من انعكاسات الحرب اللي أدت لكتير قصص سلبية. فقدوا للأسف أطفالنا بهذا الوقت، فقدوا القيم، فقدوا معنى الحب، الصدق، الإخلاص، الوفاء، فقدوا شو معنى أنك تساعدي حدا. فنحن رسالتنا أنه نحن نورجي هذا الجانب ونشجعهم حتى على القراءة والكتابة، ويعبروا بأي طريقة بيقدروا فيها من شان نطلع هذا القهر اللي جواتهم والزعل اللي جواتهم، من شان يعملوا يكونوا شخصية سليمة ومتوازنة لما يكبروا ولما يكونوا منتجين بالمجتمع. فرسالتنا نحن، أو أنا يعني بحب أتوجه دوما أني أحكي عن مشاكل الطفولة ومشاكل اليافعين بأغلب رواياتي تقريبا. نعم سترنا، يعني هلأ بوقتنا صار السوشيال ميديا هو أو الأجهزة الذكية هو كاسح الدنيا وكاسح العالم. يمكن بعدنا عن الكتاب، صار كل الوقت على الموبايل أو على التاب. اليوم من خلال صفحتك على الفيسبوك، أوشي عندك صفحة ولا لا؟ في كتير ناس ما بيحبوا. وحالات النشر اللي بتنشريها والثقافات أيضا اللي بتتعرف عليها وحقوق النشر على الفيسبوك، خلينا نحكي عليها. هل هو خدمك بشكل صحيح ككاتبة السوشيال ميديا ولا لا صار في مشاكل من وراء؟ لا مثل ما قلتي فعلا، رغم اني انا كثير مياله لاني امسك كتابي بايدي، بس نحن ما فينا ننكر دور صفحات التواصل بانها توصل صوتك والمعلومات بطريقه اسرع. وانا بعتبرها انه كمان كانت نعمه لكثير شباب ما لهم قدره يشتروا يمكن كتاب، صاروا بيقدروا انه يرجعوا يقروا ويطلعوا على كثير شغلات عن طريق النت. النت ساعدنا على الانتشار، ما فينا ننكر هذا الشيء. النت ساعد انه كلمتنا توصل، ساعدنا نكون معروفين باكثر من بلد حتى، ونعرف غيرنا حتى كمان، ويكون في مثل ما بيقولوا تواصل انساني معين من خلال الكلمه. فانا بعتبره كان شيء ايجابي للمتلقي اللي هو حابب ياخذ منه الشيء الايجابي، لانه انت كمان ما فيك تنسي انه نحن عندنا كثير ناس استخدموا بشكل خاطئ وما كان همهم هي الشغلات. فنحن انا بعتبر اني بتفائل بالجيل الشباب هالايام، لانه مقاطع اللي عم تنزل من الروايات العالميه، من الروايات المحليه، عم بتخليه يرجع يفتح ويطلع ويقرا ويشارك افكار هي الروايه وهي الروايه وهي المجموعه
مع أكبر عدد ممكن فهو ساعد للكتب أنه ترجع شوي تظهر ولو كانت إلكترونيا، يعني مو غلط هذا الشيء يعني. أكيد دائما العمل الأدبي الجيد الصادق دائما بخاطب روحنا بخاطب وجداننا. خلينا نحكي عن الأدب النسوي برأيك، شو رأيك فيه؟ بتقري روايات لسيدات غيرك؟ أكيد. خلينا نحكي عن الأدب النسوي بهالوقت، وكمان بدنا نعرف هي أفضل رواية كتبتيها كانت مثلا مميزة عندك، يعني وانت عم تكتبيها كانت إلى ميزة غير الروايات الثانية، خلينا نحكي. أكيد الأدب النسوي بالنسبة لي وبظن لكثير كاتبات أنه نحن لازم نتابعه، لأنه بكل رواية أنثوية نحن عم نشوف وجع امرأة بمكان ما بطريقة ما، فاطلعنا على مشاكل بعض هذا بيساعدنا كمان بنلقي الضوء على الشغلات الداخلية اللي عنا والأساسات اللي عنا، ويمكن نصلح منها ويمكن نساعد بحل لغيرنا بهاي الطريقة. بالنسبة للروايات ما فيني أقول أنا هي أحلى من وحدة، ولا فيني أقول أنا هي أفضل، أنا بعتبرهم كلهم أولادي وكون سعيدة بكل رواية أكيد أنا عم أقدمها. بعتبر سنين المخاض كانت واقعية واجتماعية وحكيت الواقع بشكل عايشنا وشفنا وعانينا فيه. كان في بعض من ملفاتها للرواية ملفات بالقضاء، فكانت مثل ما بتقولي لمستي وجع الشخص اللي كان بهي المشكلة وعطيتي حل بنتي شفتي من وجهة نظرك، بجوز غيرك يشوفك. لا، على صوتي نبضه كانت داخلة بالحلم بالخيال، كلياتنا بتلاقينا تواقون للخيال والحلم والصدفة، لأنه منضل على أمل أنه نحن رح نعمل شيء حلو بعدين. فأنا كنت فيها بجانب تاني. مسكونة البك كانت بتحكي عن دور الأم، وكان لها الدور الأكبر يعني بهي الرواية للأم، وكانت عبارة عن رواية قصيرة ما لا رواية طويلة، وحكت عن اللقطة ومعاناتهم لما بينخرطوا بالمجتمع، لأنه نحن كمان عنا مشكلة بالمجتمع للأسف أنه بس يوصلوا لعمر معين وينحطوا بقى بالمجتمع مشان يروحوا ويطلعوا، بتلاقي أنه ما أمنا لهم لا العمل لا الوظيفة لا كيف بدهم ينطلقوا بحياتهم لوين هذا. فهي إحدى معانات اللي أنا ذكرتها دائماً كمان. دائماً كل كتابتك كل النثر والأدب بتشتغلي بحرفية عالية وأكيد بيوصل لقلوبنا كلياتنا. شكراً لإلك، شكراً لوجودك معنا. شكراً لكم، شكراً. أهلا وسهلا. الله يسلمك. وهلا لي صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار لمتابعة آخر الأخبار السياسية بسوريا والعالم مع زميلتنا لور خضور. يسعد صباحك يا لور. يسعد صباحك سمر. موجز لآخر الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. استشهد شاب برصاص ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية قرب مدخل مدينة المالكية بريف الحسكة. وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا قسد أطلقوا النار بشكل مباشر على شاب عند حاجز للميليشيا يسمى الجارودية على مدخل مدينة المالكية أقصى شمال شرقي الحسكة، ما أدى إلى استشهاده على الفور. أعلن وزيرا خارجية روسيا والصين سيرجي لافروف ووانغ يي رفض موسكو وبكين للعقوبات أحادية الجانب غير المشروعة والتي يستخدمها الشركاء الغربيون بشكل متزايد. وقال وزيرا الخارجية خلال مؤتمر صحفي في مدينة غويلين الصينية أن موسكو وبكين ترفضان الألعاب الجيوسياسية والعقوبات غير الشرعية الأحادية الجانب التي تستخدمها الدول الغربية بشكل متزايد. أعربت وزيرة خارجية السويد ليندي عن قلقها إزاء تقليص مساحة الديمقراطية في تركيا. وقالت ليندي للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في العاصمة البلجيكية بروكسل إن تقليص مساحة الديمقراطية في تركيا مقلق للغاية، ولا سيما الاعتقالات التعسفية للسياسيين من حزب الشعوب الديمقراطي ومحاولات حل هذا الحزب. ختام الموجز، عودة إليك سمر. شكرا كثير يا لورو. فقرتنا الاخيره وين؟ يلا ومتابعينا بالفن والمواهب السوريه، وختام مسك مع كاتب درامي وسينمائي كتب والف مجموعه من اهم الاعمال التلفزيونيه والسينمائيه ايضا. خلينا نذكر منها كليوباترا،
أسمهان، نزار أباني، طيور الشوك، الأمواج المهاجرة وغيرها. وآخر أعماله كان فيلم أنت جريح، الفيلم السينمائي من إنتاج وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومن إخراج ناجي طعمي. اليوم بيسرنا نرحب بصباحنا بالأستاذ قمر الزمان علوش. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك، نورتنا. صباح النور، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وشكرا على التقديم. اهلا وسهلا، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. بالبدايه حنبدا بعمل انت الجريح يلي انعرض الاسبوع الماضي بدار الاوبرا. خلينا نحكي انت الجريح، عنوان الفيلم، خلينا نحكي عن قصته ومين هو الجريح اللي قصده انت كمان. سؤال كبير ويعني وشرحه يطول، يعني بدي احكي الفيلم لكن فيني اختصر بعبارات قليله. له ارتباط شديد بمقولة الفيلم الكبرى، له علاقة تماما بالأحداث التي جرت داخل الفيلم. هو تظهر هذه الكلمة بآخر الفيلم تماما. أبعاد الفكرية وأبعاد المرتبطة بذاكرة الحرب البشعة كلياتها موجودة بهاي، لأنه يعني نحن عندنا حرب دامت 10 سنوات، ملايين البشر، ملايين الأرواح تأثرت وتأذت، يا موتى شهداء، يا جرحى، يا ناس بلا أرواح يعيشون بيننا الآن. كلنا اليوم نسير في ونجلس ونقوم وننام وفي عنا جرح. في عنا جرح. في عنا جرح. إذا هذه المقولة مرتبطة تماماً بالأثر العام للحرب. الأثر الرمز الآخر اللي بنيت عليه الجملة أو هذا الخطاب هو إنه في جرح أكبر من جرح، وفي جرح ما أنا مسؤولة عنه الحرب فقط، إنما تاريخنا الاجتماعي، ثقافتنا الاجتماعية، بيئاتنا إلى آخره، تركت صورة ما تسلل إلى من يجرحنا. البطلين اللي هن نايا وإياد هن من بيئتين مختلفتين. تمام. ونايا فضلت هذا المختلف بيئيا على ابن بيئة سري، يعني ضرير فضلته على سري، شاب مكتمل لكنه وأيضا سري، مع ذلك فضلت أنه تقترن أو تحب أو تعطي قلبها لرجل مختلف عنها بالبيئة. ليش؟ لأنه اختارت الفكرة. تمام. هذا اللي أنا طرحته، أنه بالنهاية يعني إحنا عنا حرب رح تنتهي، بس كيف بدنا نكمل بعدين؟ كيف بدنا نبني بناء مرحلة جديدة؟ لابد من أنه نفهم هذا، يكون عندنا هذا الوعي الجديد وأخذ القرار المناسب، ويمكن تفضيله لأنه يمكن بيكون بلسم لهذا الجرح يلي نحن بالضبط عم نحكي عنه. خلينا أستاذ نروح نشوف كيف كانت أجواء الفيلم، وخلينا نشوف الفيلم ومنرجع منكبي حديثنا. We'll be right back.
تابعنا فيلم أنت جريح، تابعنا، خلينا نحكي كيف كانت ردود فعل الناس. أنت كنت متواجد معهم بدار الأوبرا وقت انعرض الفيلم، خلينا نحكي عن ردود فعلهم كيف كانت. ردود الفعل اللي التقيتهم بعد نهاية الفيلم بصالة ببهو الأوبرا وهم كسور وعلى كل المستويات، يعني لقيت عندهم ارتياح تام للفيلم، حتى انهم يعني السيد وزير الاعلام اللي شيء يعني فوق الجيد، شيء مقدمين عمل مادي بترفع الراس للوزارة، السيد وزير الخارجية قال هاي الروحي اللي خليتنا ننتصر يعني. والباقي كله يعني اجتمع على كلمة انه بكيتنا يعني. تمام. معلش يبكوا لانه نحن كمان عندنا مآسي، بدنا نبكي طبعا. تمام. صحيح. يعني الله يرحم كل شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا، والله يطول بعمرك. تسلمي يعني. وهذا يمكن الإبداع يلي قدمته نحن اليوم كتير بحاجة لإله، غصتك هي غصة الكل يمكن. يطول بعمرك. خلينا نرجع إلى الفيلم. اليوم كتير أعمال إن كانت درامية وإن كانت سينمائية هي حاكت واقع نحن مرقنا فيه، إن كان من حرب، إن كان من وجع، إن كان من ألم، ولكن بالفترة الأخيرة صرنا نشوف الناس لا خلص ما عاد بدنا نرجع نتذكر. اليوم قديش مهم العمل، هو قديش هو قوي العمل لحتى أثر بعدد كتير كبير من الناس، قديش هو فعلا هو عمل كامل ومتكامل. خلينا نحكي عن تفاصيل العمل لحتى قدر يوصل لقلوب كل الناس. شفنا أعمال كتيرة ولكن العالم بتقول لا خلص أنا ما عاد بدي أشوف هذا الوجع. خلينا نحكي عن بداية العمل، كيف خطرت الفكره، مع مين نتعامل، مع اكيد نوجه تحيه للاستاذ ناجي طعمي المخرج، ونحكي عن الكوادر والتعامل يلي هو اكيد هذا العمل هو ما جهد شخصي، هو جهد كامل ومتكامل من اشخاص عن جد تعبوا. اولا الفكره الاولى اللي انطرح بسؤالك انه في ناس عم بيقولوا تعبنا باخبار الحرب وعشناها وما انا برايي هذا كم مهمل وتفكير كثير سطحي وما حدا راح يرد عليه. عندنا حرب نحن كانت يمكن من اقسى الحروب بتاريخ البشريه كلها، وعندنا قصص، هاي القصص مين بده يوصلها لاولادنا ويوثقها، واكثر تعقيدا وحملت من الذكريات الفظيعه ما لا يحد. فانا اتجاهل بهيك كلمه انه انا ضجرت، اتجار انت، بس عندنا نحن اجيال وتاريخ بده تسجل في ذاكره للناس، ذاكره جمعيه لازم نفسرها، لازم نوضحها، لازم نضيئها من كل جوانبها. 100 عام ما بتكفينا تغطية لهذه الحرب. أنا برأيي بده يضل بعد 100 عام ينكتب عن هذه الحرب، أو أنه ينعمل عنا أعمال فنية إلى آخره. الفيلم أنا هو قديم على فكرة، يعني كاتبه مشي 5 سنين تقريبا، يعني الفكرة قديمة، بس نتيجة أنه ما بدنا نطرح انه في بمجتمعنا جناحين، لا في جناحين. تمام. في جناحين، ليش صارت الحرب؟ شيل العوامل الخارجية، في بس في اسباب نحن داخلية، نحن كنا ابطالها يعني. صح. نحن اخذنا دور تخريب بلادنا بغض النظر عن السياسي، بغض النظر عن الاجتهادات النظرية الى اخره، عندنا مشكلة حقيقية كان. أنا دائما بطرحه للسؤال يعني إنه نحن عندنا مجتمع حضاري بشكله العام، مجتمع أدى، وعندنا كثير عظماء بكل نواحي وشؤون الحياة قدمناها للآخر. يعني لما بدنا نعد ونوصف هذا التاريخ حتى من بداية الاستقلال لحد الآن، يمكن يصعق اللي يسمع اذا ما بيعرفنا انه ليش صارت هيك حرب عندكم لكان؟ هذا السؤال بدنا نواجهه نحن. نحن صارت عندنا الحرب لانه كان في خطأ جسيم وقعنا فيه. طبعا مو انا وانت يعني.
اللي قادوا البلاد، اللي أداروا البلاد خلال هذه المرحلة، يعني خلال دائما المتداول دائما أنه أبطال الجيش العربي السوري بيكونوا من طبقة فقيرة، طبقة متوسطة، بس أنت بفيلم أنت جريح عطيتنا وجهة نظر مختلفة، خلينا نحكي شو السبب. ما خليتيني كمل الفكرة وهي ضرورية جدا إذا بتريدي. نحن منذ بداية الاستقلال كان في اجتهادات وكان فيه يعني عزيمة وإرادة لأنه يوحدوا مجتمع مستقل لينهض بطاقاته ويعملوا دولة حقيقية. منذ بداية الاستقلال بدأ هذا الإحساس، لكن كان في خطأ تقني بدك تقولي، أنه قالوا نحن مجتمعنا نحن نوع من التكوينات الاجتماعية والثقافية والبيئية والفكرية مختلفة، وهذا لازم نعترف فيه. يعني عندنا من الطوائف كذا، من الأعراق كذا، عندنا من الطبقات كذا إلى آخره، بس بدنا نوحدهم نحن داخل دولة ونعمل دولة عصرية، واشتغلوا على هذا الأساس. بس وين الخطأ اللي عم بقلك عنه؟ الخطأ أنه جمعوا هذه القطع الجميلة، هاي هالتكوينات الجميلة، عملوا منا قطعة نسيج بآلة الخياطة. الحقيقة هو اللي بده الأفضل كان والأسلم، وكان في له أمال للمستقبل أكثر لو استبدلنا آلة الخياطة بآلة النسيج. يعني دخلنا الخيوط ببعضها، عشقنا الألوان ببعضها، تطلع عندنا نحن لوحة، ونسيج جميل ومتين، وفينا نكبر فيه بالعالم كله وناخذ مكانتنا بالعالم. هون الفكرة انه عملنا آلة خياطة، لذلك كان سهل تمزيقه. تمام. مشان قلت لك الفكرة ما بتخوف ابدا، لكنها حقيقة هي تاريخية. السؤال الثاني عن ابطالنا، ابطال الجيش العربي السوري. هلا ما فينا نحن ننكر اذا واقعيا انه يكون فيه ناس من كل الطبقات اخذت مواقف منذ بداية الحرب، رفضت هذا الهجوم. انا بسميه صراع حضارة مع الهمجية، وصار مين يدعمها من الخارج ويمولها والى اخره، لانه عندهم ترتيبات سياسية للمنطقة. لكن الحقيقة اذا انا عايش الحرب ساعة بساعة، ماني عايشة يوم بيوم، عايشة ساعة بالتفاصيل بساعة. ايه كل طبقات البلد، المجتمع، كل طوائفه، كان في مين يتحد مع الآخر ويقول منذ اللحظة الأولى، وهي المسيرات الأولى بالمرحلة الأولى أكدت ذلك، أنه أنا وأنت تحت علم واحد، فأنا وياك، أنا جاي احتفل معك وأقوم احتجاجا على اللي صار، أنا جاي أقول لك ما راح أقتلك وأنت المفروض تكون حامل نفس الفكرة، ما راح تقتلني. تمام. تحت هالإطار هذا الحقيقة تواجهت الحرب، لولا هيك كانت آلامنا أكبر وعذاباتنا أكبر، ويمكن ما كنا موجودين الآن دولة وشعب أو مجتمع. لذلك نحن يعني بدك تقولي هبة إلهية إنه كان عندنا رصيد وطني، تاريخ مشترك وطني، ما في إنسان عاقل في ينكره، لحتى وقفنا على إجرينا بطريقة أو بأخرى. نعم أستاذ، أكيد بدي أرجع على شيء أنا حكيته من شوي، وهو العمل المتكامل، والنجاح هو أكيد ما على حدا، أكيد هو عمل بيكون متكامل وجهود كثيرة. خلينا نحكي عن التعاون مع الأستاذ ناجي، وخلينا نحكي يمكن بعد ما شاهدته للعمل كيف كانت مشاعرك؟ هل هالكتابة وهالتعب وهالوقت يلي أنت جسدته على ورقة هو انطرح برؤية صحيحة حبيتها حضرتك؟ ردود الفعل ايه طبعا، ردود الفعل اعطتني الجواب مباشرة انه كان العمل على مستوى حضرتك. التعب ردت فعل حضرتك؟ لا ردت فعل الجمهور. انا اللي بحكي على حضرتك، عم قلك يعني أوكي. فبالتالي هذا شجعني اني انا يعني ما بدي اقول يعني شجعني على انه انا عملت عمل متكامل، لا
كان فيه بعض الهنات إذا بدي سميها، وما سبب النص بعتقد. الصديق ناجي أنا وياه أول عمل بيتحول فيه من مونتير إلى الإخراج الدرامي هو عمل إلي، أخذ جوائز كثيرة كل فضائيات الوطن العربي عرضيته بستان الموت عن الانتفاضة الفلسطينية، فبالتالي أنا مرتاح للتعاون معه. لكن في حقيقة بعض النقاط أو المحطات بالفيلم أو بعض المشاهد ظلمت، بس لسه ما عرفت إنه ظلمت من قبل ناجي، اختصرت، ما تبدل شيء بالعمل أبدا بس اختصرت. كانت يعني لو بقي الحوارات متكاملة بهذه المحطات كانت الإضاءة أوضح والرؤية مدهشة يعني. أم إنه الرقابة لعبت دور؟ بعتقد هو كل الأحوال أنا ما وقفت عندها، وأنا راضي على العمل بالمطلق يعني. ما في كلام، وجهد مشكور الجميع، كلهم شبابك حلوين، وهي العظيمة نادية خوري، السيدة نادية خوري عملت عمل أنا بعتقد من أعظم الأعمال عندها، وبعتقد استثنائي بالنسبة للسينما عندها. يعني بعد 100 عام راح يقولوا بدت الناس أمهات الشهداء، بس بدهم يذكروا دائما الفنانة العظيمة نادين، لأنه مثلت الجميع، مثلتهم بكل طاقة روحها بكل طاقة قلبها. فهذا الشيء هو فن يعني، هذا الفن بينقص هون. وعمليا أي عمل فني ما ممكن يكتمل إخراجيا، في أشياء صعب تحقيقها يعني. أنا مثلا مبروك هالعمل يلي لاقى نجاح كتير كبير، وأكيد بنتمنى يوصل للعالمية، وبدنا نطلب من الناس أكيد كلهم يحضروا العمل لأنه كتير حلو. هلأ في بعد دار الأوبرا رح يكون بعرض جماهيري، عرض طبعاً جماهيري طبعاً أكيد طبعاً. وإيه طبعاً هلأ العمل أنا بالنسبة إلي يعني كان على الشكل التالي، إنه نحن بدنا نقدم عمل بعيد الجيش، نقدم له تحية ما. تمام. على هذا الأساس كتبت العمل أنا. الحرب بدها أعمال كثيرة يعني، بدها جهود عظيمة من كل الكتاب والفنانين وسادة الإنتاج، كل هذا لازم يتعاون في المستقبل. الفيلم أنا بدي النسيج الإنساني فيه، هون يعني استخدمت الأسلوب يعني كل ما أملكه من عاطفة، من حب لهذا البلد، لناس هؤلاء اللي حمونا إلى آخره، حاولت أني أشحن فيها طاقة هذا الفيلم. يبدو إن شاء الله توفقنا، بس أكيد بالأعمال القادمة رح يصير فيه يعني أشواط وخطوات إلى الأمام أكثر. طيب هل في أعمال قادمة قيد الإنجاز ولا لا لهلا؟ هلا لابد لي أنا عملين هلا واقفين بالإنتاج. مشكلتنا نحن دائما الكتاب، نحن والرقابات دائما على ضفتين ضراير يعني كله شلف حجاره يعني. بجوز لانه الحرب هلا عم تفرض على الرقابه شويه خطوط محظوره اكثر من اللازم، لكن بعد ما بتنتهي الحرب وبتصير تسويه اجتماعيه لازم يخلونا ننبش كل العفن اللي كان وراء هذه الحرب. اكيد لازم فعلا انه نحن نوصل الحرب بحقائقها الكبرى عشان ما نوقع فيها ثاني مره، هي اذا بدنا نعمل بلد من جديد. ونحن اكيد بحاجه مثل ما ذكرنا بالبدايه استاذ لاعمال انه هي تعيش لاولادنا، تحكي لهم حقائق لاولادنا من خلال الاعمال السينمائيه ان كانت او التلفزيونيه. نحن وقتنا خلص، ولكن بدنا نتشكرك، نقول لك مبروك الفيلم مره جديده، موفق اكيد، ودائما ننطر اعمالك استاذ لانه عن جد بترفع الراس. شكرا ونحن فخورين فيك. شكرا كثير، طول بعمرك. بشكركم كثير،
بشكر التقديم الجميل. أهلا وسهلا. بشكر خصوصا الأسئلة الذكية جدا. أهلا وميت. اللي خليتني شوي احكي يعني شيء. ونحن بدنا نتشكر شيء مهم. روحك الحلوة. ألف شكر. شكرا. ألف شكر لكم. وسلامي للإخبارية طبعا. سعد أكيد صباحك. شكرا كثير لك، نورت صباحنا لليوم، أكيد بنشوفك بأعمال قادمة كلها مهمة. شكرا إن شاء الله إن شاء الله. وهلا يا ليا بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، انطرونا بكرة على الساعة 9 من هون لوقتها، تبقوا بألف خير وإلى اللقاء، ونهارك سعيد يا ليا. نهارك حلو يا سمر، وأنا كمان بدي أتمنى إن شاء الله يا رب هاليوم يكون هيك خفيف على كل الناس، ودائما يكون عندنا أمل إنه بكرة أحلى واللي جاي أحسن، وظروفنا إن شاء الله هيك بتصير أحسن وضع الكل. انتبهوا كتير منيح على حالكم، كورونا معنا مزحة، انتبهوا منيح على حالكم وتبقوا بخير. باي باي.